سهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من معلومة رشيقة. النهاردة هنتكلم عن جزء تاني في إدارة الجودة اسمه توكيد الجودة، الكواليتي اشورنس. يعني ايه كواليتي اشورنس؟ الجزء ده هو المعني في الواقع بمنع الخطأ او منع العيب قبل حدوثه. طب الخطأ او العيب ده في ايه؟ في اي عملية في الشركة، مش بس في المنتج او الخدمة اللي الشركة بتقدمها، لا، في جميع العمليات في الشركة. يبقى اذا الفانكشن دي بتشتغل مينلي على النظام اللي في الشركة. النظام ده يشمل جميع الإدارات وجميع العمليات جوه كل إدارة. ليه؟ عشان بندمج كل أبعاد الجودة المطلوبة في العمليات. فين؟ في البلاننج بتاع العمليات، في التخطيط بتاع العملية من الأول. يبقى أنا ما بستناش لما العملية تشتغل وتطلع منتج معيب وأمسكه وأخد فيه أكشن زي الكواليتي كنترول. لا، إحنا إدارة أعم وأشمل وبتشتغل على ما يسمى البريفنشن، المنع. يعني بتشتغل على منع الخطأ قبل حدوثه. إزاي؟ عن طريق إن إحنا في مرحلة الديزاين والبلانينج بندمج جميع المتطلبات اللي مطلوبة في العملية من الأول. مطلوبة من مين؟ مطلوبة من مواصفات عالمية، مطلوبة من السياسات اللي في الشركة، مطلوبة من العملاء. وات ايفر المتطلبات دي مطلوبة من مين، بنهايلايت المتطلبات دي وندمجها في جميع العمليات في جميع الإدارات في الشركة. طيب، يبقى إذا الكواليتي اشورنس بيشتغل على البريفنشن، على المنع. اذا هو برو اكتيف ابروتش، عكس كواليتي كنترول كان ري اكتيف ابروتش. برو اكتيف تعني ان هو بيشتغل على الحدث قبل وقوعه. يبقى ايه الغلط اللي ممكن يحصل؟ طب نتغلب عليه ازاي في السيستم بتاعنا، في النظام العمل بتاعنا، في البروسيس بتاعتنا؟ نحط ايه في البروسيس، في تخطيطها، يمنع، نحاول نمنع الخطا قبل حدوثه، ولو حصل الخطا نكتشفه، ونكتشفه مبكرا مش نكتشفه متأخرين. هو ده الهدف الرئيسي من الكواليتي اشورنس او توكيد الجودة. طيب، خد بالك ان الشركة اللي بتهتم جدا بتوكيد الجودة وتهتم بيها بجد، مش بورق يتقفل او ورق يتعمل ويتضرب وخلاص، الشركه دي كل ما اهتمت اكتر وفعلت الاداره دي على الارض اكتر، كل ما زادت الماتيوريتي بتاعتها، نضجها يزيد، كل ما عالي الكاستمر ساتسفاكشن بتاع العملاء بتوعها. ليه؟ لان توكيد الجوده هي الفانكشن اللي بتضمن الكونسستنسي اوف يور كواليتي ليفل، اللي هو ضمان ايه؟ استمراريه ادائك. انت النهارده بعت شحنه للعميل، منتج وليكن منتج، او سلمت خدمه للعميل والعميل very satisfied عن الكواليتي بتاعتك، اوكي، لكن هل هذا يعني ان انت في كل مره هتسلم فيها هتسلم بذا سيم كواليتي ليفل؟ اللي بيجاوب السؤال ده هي الكواليتي اشورنس. يبقى السيستم لو موجود وفعال ومطبق على الارض وافكتيف، هو بس الوحيد اللي قادر على انه يضمن الكونسستنسي او الاستمراريه في مستوى جوده حضرتك مهما حصل. حتى لو اتغيروا الاشخاص، انا السيستم لا بيدور وبيلف لوحده ولا يعتمد على وجود أشخاص معينين، لأنه سيستم قوي. إذا توكيد الجودة من أهم السمات اللي بتخلينا ندي ثقة للعميل في منتجاتنا وفي خدماتنا، وأهم الفانكشنز اللي بتضمن لنا الاستمرارية في مستوى جودتنا وجودة أدائنا على مستوى جميع العمليات في الشركة. وإن شاء الله في الحلقة الجاية هنشرح تفصيليا الفرق بين مراقبة الجودة، بقى هنعمل كومباريزن بين مراقبة الجودة وتوكيد الجودة، لأن أنا أعلم جيدا إن ده بيلخبط ناس كتير. Thank you so much، وأشوفكم المرة الجاية إن شاء الله.